ده ايه الحظ النحس ده؟ واحد حرامي تافه يسرق سريقه ويلبسها لي ويطلع عليا ناس بلطجيه. يا ده عم درويش، بص عم درويش، بص على ايه؟ ده انت طالع في التلفزيون في الشاشه اهو عم درويش يا راجل. الله نعم. من ايه ده يعني؟ امال انت مش طالع معايا اليوم؟ لا مش طالع معاك، اصل هما بيحطوا في المحلات دي كاميرا بره كده عم درويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجه بتاع، فبتعرض الناس لايف. امال انت فين؟ انا مش جنبي ليه؟ انا جنبك اهو عم درويش، اصل في فرق تاخير عم درويش زي كده البث بتاع يوتيوب. بس ايه يوتيوب ايه؟ طب انت مش واقف جنبي؟ اهو صورتك مش طالعه ليه؟ انا ما اعرفش، الكاميرا اللي بايظه بقى، انا مالي؟ طب ايه مش في راجل بيتكلم فوق؟ اه وايه الشريط بقى اللي تحت ده؟ الجهات الأمنية تنشر صورة المتهم بتفجير وزارة الصحة وتناشدي المواطنون بالبحث عنه. عنك عنك انت يا عمو درويش، بيقولوا عليك رهيب. أحيان. والله يا سياده اللواء، ده انا حفيت على بال ما لقيت له الوظيفه دي في السيرك، اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده. وبعدين لقيته جاي لي وبيقول لي يا بابا انا عندي طموح. قال ايه؟ بسلامته عايز يركب فيسبه ويوزع الاكل اللي هو من المطاعم للبيوت. لا مؤاخذه يا باشا، انا دوشت سيادتك، بس يعني بفضفض معاك من غلبي. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير، وجاري البحث عنه حاليا. يا ابن ده تعرفه ده يا باشا؟ عرفه إيه اللي عرفه؟ دي القرف. ايه مالك يا فهيم؟ النت الصحفيه المعفنه دي مفيش فايده فيها. ايه انت مش سجلتها العظمه اللي كانت طالعانا فيها؟ هي عظمه واحده بس سعادتك، ده انا رميلها شويه عظمه. بس هنعمل ايه يعني؟ ماسكه في العظمه ببقها ولسه بتهوهو. ده احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من نص مليون جنيه في السنه. ورينا يا سيدي، ورينا الخبر. لا مش ده سعادتك، ده اللي فوق ده. اقف. خير يا باشا؟ في ايه؟ فاهم يجي لي كل مواعيد النهارده. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير. وجاري شفتي قعدتي تفكريني بالإنفيتيشنز دي كم مرة؟ برضه نسيتها. يا ماما مركزة في إيه قوي كده يا ماما؟ حضرتك شايف ان دي عملية ارهابية منظمة ومن جهة معينة، ولا ممكن اعتبارها حدث ارهابي عشوائي؟ عشوائي؟ عشوائي ازاي؟ دي وزيرة واكيد مستهدفة، واكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد اداة للتنفيذ. ده الدنيا مقلوبة على الحادثة دي. طيب يهمنا نذكر السادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الاول في عملية التفجير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة. ده عم درويش. نعم اخويا. ماما عم درويش ده، انت تعرف الراجل ده يا طارق؟ اه طبعا. تعرفه من امتى؟ انا من زمان يا ماما، من 5 6 سنين، ده من اول ما فتحت الشركه تقريبا.
بس مش ممكن يكون هو اللي وراء الحادثه دي. ده راجل طيب وغلبان جدا. انت تعرفه منين اصلا؟ مش شغل يا ماما، الراجل عنده سايبر في اسكندريه. اول مره جالي كان جاي ياخد مني سويتش وكابلات وسوفت ويرز، وبعد كده بقى يعدي من وقت للتاني ياخد حاجه يسلم. لكن لسه عندي النهارده الصبح. ايه؟ في حاجه غلط يا ماما، مش مصدق الكلام ده. مستحيل عم درويش يعمل كده. واضح ان الداخلية شايفة شغلها كويس قوي. ربنا يعينه. حبيبتي باباكي كلمك. رديت عليه؟ لا ما لحقتش، قبل ما طلعت الموبايل من الشنطة كان هو قافل. بس قلت بقى انت تتصلي بيه احسن. هيا بابا. لسه في العمليات، ما اعرفش حاجه. لا لسه ما حدش قال اي حاجه. انا مش كويسه. هو انت هتيجي امتى؟ ماشي حاضر حاضر حاضر، هبقى اطمنك. اكيد غصب عنه. هو دايما غصب عنه على فكره، دايما دايما جدول عملياته مشغول، دايما الجامعه ما بتقدرش تستغنى عنه، دايما في مشكله في تذاكر الطيران. ايه الجديد يعني؟ ماما بتموت. عادي يعني عادي. ما تقسيش عليه كده يا بنتي. باباكي وراه التزامات كتير ومسؤول عن ارواح ناس، ومش معقول هيسيب عملياته وينزل فجاه كده. واللي من الحياه والموت دي ملهاش حق عليه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم كريم زلط أمن وطن. باشمهندس هنهلة صح؟ أيوه. وحضرتك أكيد دكتور منتصر الألفي مساعد الوزير. مظبوط يا ابني. أنا مش هاخد من وقتكم كتير. هما كام سؤال محتاج إجاباتكم عليها عشان نبدأ نتحرك بسرعة. حضرتك عندك أي فكرة إذا كانت وصلت تهديدات لسيادة الوزيرة في الفترة اللي فاتت بشكل مباشر أو غير مباشر؟ نعم. إيه يا فندم؟ السؤال مش واضح، هعيده تاني. هو انت هنا بتعمل ايه؟ يعني ايه بعمل ايه؟ بشوف شغلي. انت جاي تشوف شغلك دلوقتي؟ شغلك ده كان المفروض تشوفه قبل الحادثه. انتوا المفروض موجودين عشان تامنوها، مش تستنوا لما المصيبه تحصل وبعدين تبتدوا تفوقوا وتشوفوا شغلكم. حضرتك فاهمه غلط. التامين ده اداره حراسات، ده مش موضوعي خالص. انا مسؤوليتي ان انا ادور على اللي عمل كده واجيبه. ايوه يعني اللي عمل كده موجود هنا دلوقتي؟ انا مش فاهمه انت هنا بتعمل ايه، مش قادر افهم انا. انت بتكلميه كده ليه؟ شكلي مش عاجبك مثلا؟ اروح واجيب واحد كبير يكلمك ولا ايه؟ بيتهيألي يا فندم ان الوقت مش مناسب ابدا ان احنا نتكلم في حاجه زي كده. ست الوزيره في العمليات واحنا كلنا على اعصابنا. مين حضرتك؟ انا حازم درغام جوز مدام نهله، وبطالب حضرتك بمنتهى الهدوء ان احنا ناجل التحقيقات دلوقتي. ناجل التحقيقات؟ وتقولوا علينا بقى مش شايفين شغلنا صح؟ لا ده انت مش طبيعي فعلا. مش طبيعي عشان عايز اشوف شغلي؟ يا ابني احنا مقدرين تعبك ومجهودك جدا جدا، بس يا ريت تراعي برضو الظرف اللي احنا موجودين فيه. واذا كنت عاوز تعرف اي حاجه اجي مع سعادتك اي مكان واسالني وانا هجاوبك بمنتهى الصراحه. بس يا ريت يا ابني تسيب الاستاذه نهله شويه لغايه ما تعدي الظرف اللي هي فيه، وامتها تقوم بالسلامه. استنى مال، استنى. ده يا فندم الكارت بتاعي، يا ريت حضرتك لما تفوقي كلميني. الله. لا لا معلش. يعني ايه معلش؟ انت مش شايف عملت ايه؟ تعالى معايا حضرتك، تعالى معايا حضرتك. استغفر الله العظيم. بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، عم درويش. مش مهم الزفت الباقي، اخلص. طب انا عايز، انا هاخده. اخلص. اللهم في ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه يا عم درويش؟ اجري. ايه؟ طب كنا خدنا الباقي. استنى استغفر الله العظيم. اركب. لا عم درويش اركب. اركب ايه بس؟
بعد الإعدام. ولا اسود ولا شاب. ايه؟ احنا هنفسره دلوقتي ونتقابل عند محطة السيدة. السيدة مين؟ السيدة زينب. يلا عندك مين؟ انا زي الحلقة. ولا يا بلدين؟ ايه يا جدع؟